موجز الأخبار من حلب اليوم. وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تعلن بدء الجيش الوطني السوري عملية أمنية وعسكرية لملاحقة الخلايا والعصابات المسؤولة عن الفلتان الأمني في الشمال السوري المحرر. وزارة الدفاع العراقية تنفي تبادلها معلومات مع الولايات المتحدة بشأن قصف جوي شنته الأخيرة على مواقع ميليشيات إيرانية في سوريا على الحدود العراقية. الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إن الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت ميليشيات إيران شرق سوريا يجب على إيران أن تنظر إليها على أنها تحذير، وخارجية النظام وإيران تدينان القصف على مواقع الميليشيات التابعة لهما. مجموعة MTN الجنوب أفريقية تعلن اعتزامها الطعن في حكم صدر عن المحكمة الإدارية في دمشق قضى بوضع وحدة المجموعة في سوريا تحت الحراسة القضائية بحسب وكالة رويترز. وزارة الصحة في حكومة النظام تسجل 4 حالات وفاة و 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1018 حالة والإصابات إلى 15467 إصابة. مديرية الصحة في محافظة السويداء التابعة للنظام تقول إن عدد الأطباء المهاجرين من المحافظة وصل إلى 17 طبيباً خلال الأشهر الخمسة الماضية، مضيفة أن القطاع الصحي في السويداء مهدد بالإفراغ من كوادره والقادم أعظم.